بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء من قناة الشروق، نستهلها بالعناوين. سلواج يلتقي رئيس مجلس السيادة ويقدم له دعوة من سلفاكير لحضور التوقيع النهائي مطلع أكتوبر. النائب العام يعلن عن ضبط 41 إرهابي ومواد متفجرة خطرة. اللجنة العليا للطوارئ الصحية تعلن رفع الحظر الذي فرضته بظروف كورونا. أهلا بكم. التقى رئيس الوساطة لسلام السودان تونغلواك رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وسلمه رسالة من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وذلك لدعوته لحضور التوقيع النهائي للسلام مطلع الشهر القادم بمدينة جوبا. احنا جينا من جوبا التقينا بسيد الرئيس مجلس السيادة سيادة فريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حاملين كتاب من الزميل السيد الرئيس فريق أول سلوكي الميادين لدعوته لحضور مدينة جوبا لتوقيع اتفاق السلام السوداني النهائي يوم 30 في الشهر العاشرة، ونحملنا رسالة للسيد الرئيس ودعوته الكريمة مشاركة رؤساء الإيقاد ومشاركة رؤساء من كل أجزاء السودان. وأنتم مشاهدين حنا السلام بتاع السودان أخذ فترة طويلة جدا تفوت في جوبا. على النائب العام تاج السر على الحبر أن قوات الدعم السريع نصبت 12 كمينا أسفر عن ضبط 41 إرهابيا ومواد متفجرة خطرة بإمكانها أن تنسف كل العاصمة. وأقر النائب العام في مؤتمر صحفي منعقد بمقر النيابة العامة في الخرطوم اليوم الأربعاء بأن هناك ظاهرة لجماعات إرهابية تؤرق السلطات بالبلاد. من جانبه كشف الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة القبض على خلية بحوزتها كمية كبيرة من المتفجرات، وأشار إلى أن المتفجرات شملت 850 لوح TNT و 3594 كبسولة متفجرة و 13 لفة سلك تسجيل وأربع جوالات بودرة نترات. وكشف عن جزء من المتفجرات المضبوطة واستخدمت في محاولة تفجير موكب رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك مارس الماضي. أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية اليوم رفع الحظر الذي فرضته ظروف جائحة كوفيد-19 مع الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية والتنبيه على أهمية مراعاة التدابير الصحية اللازمة والتقيد بالموجهات التي تصدر من وزارة الصحة للحد من انتقال الوباء وانتشاره بين المواطنين، خاصة مع تزايد احتمالات انتشار المزيد من الأوبئة. وأشارت اللجنة في بيان يحمل توقيع الرئيس المناوب بروفيسور صديق تاور إلى أهمية تنسيق الجهود مع لجنة درء كوارث السيول والفيضانات ودعمها لتخفيف الأضرار على المواطنين. ونبهت اللجنة المواطنين إلى خطر الجائحة التي لم تنقشع بعد، لذلك يتوجب الحرص على اتباع الإرشادات الصحية والالتزام بالموجهات العامة التي تحميهم من خطر الإصابة. أعلنت بعثة يونميت خروجها من دارفور في ديسمبر القادم وفق استراتيجية الخروج السلس التي أقرتها البعثة مع الأطراف ذات الصلة. جاء ذلك خلال اجتماع والي شمال دارفور محمد حسن عربي بمكتبه بالفاشر ورئيس البعثة جرمايا ماما بولو. وتناول اللقاء جهود البعثة خلال الفترة الماضية، خاصة في فترة الطوارئ والانتقال إلى مرحلة التنمية ودورها لتقديم خدمات متكاملة بالمناطق الريفية لاستدامة التنمية بعد خروج البعثة. كما تناول اللقاء ترتيبات الخروج السلس للبعثة خلال المرحلة القادمة. وأكد رئيس البعثة أن البعثة ستجري تقييما شاملا قبل خروجها في ديسمبر القادم وقبل دخول البعثة الأممية القادمة. اجتماع السيد الوالي وهنيته للحكومة والسيد الوالي باختيار الوالي الولاية، وأيضا ناقشنا مجلس الأمن هيكون هنالك تقييم سريع لليونيميت وكيفية الانتقال البعثة الإكزيت استراتيجيك، وناقشنا مسائل السيول في كابكابية
وأيضا عدد الناس المتأثرين وكيفية دعمهم، وأيضا موضوع السيول في شمال دارفور، وناقشنا مسألة الأمن في اليونميت والمحتجين أمام البوابة وكيفية تأمين مواقع اليونميت، وده مسؤولية الحكومة، ونحن تحت مسؤولية الحكومة لحماية مواقع اليونميت. وأيضا ناقشنا انتقال البعثة الجديدة، والآن اليونميت هتخرج في نهاية ديسمبر، وهنالك بعثة جديدة قادمة وكيفية التنسيق للانتقال. وأيضا ناقشنا موضوع آخر، باعتبار الحكومة عضو في الأمم المتحدة سنكون هنالك تنسيق وتعاون جيد وكيفية توظيف موارد اليونميت في عملية السلام. قطعت حكومة غرب كردفان بأنها لن تألو جهدا في تمكين السلام الاجتماعي والتعايش السلمي بين كافة مكونات الولاية والعمل على تعمير المناطق التي تأثرت بالنزاعات القبلية في الفترة الماضية. وقال والي غرب كردفان حماد عبد الرحمن صالح خلال مخاطبته ملتقى تجمع الزيوت بمنطقة بوطة التابعة لمحلية الفولة أن حكومته ستولي القطاع الرعوي اهتماما متعاظما باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد بالبلاد، وتعاني تحديات كبيرة تتمثل في ندرة المراعي وقلة مصادر المياه، مؤكدا انحيازه التام لمجتمع الريف والبادية لما يعانيه من نقص حاد في الخدمات المختلفة. وعرب والي غرب كردفان عن أمله في أن تنداح التنمية بالخدمات الأساسية لمجتمعات الولاية المختلفة. الزيود حكومة الولاية بالاهتمام بقضايا شباب المنطقة والعمل على تأهيلهم وتدريبهم مهنيا واستيعابهم في القوات النظامية وشركات البترول، كما أشار إلى حوجة مجتمع الرحل الماسة إلى خدمات المياه والتعليم والصحة. أطمأن الفريق شرطة عدنان حامد محمد عمر رئيس هيئة التدريب مشرف قطاع دارفور والوفد المرافق له على مجمل الأوضاع الأمنية بولاية وسط دارفور. جاء ذلك خلال لقائه دكتور أديب عبد الرحمن يوسف والي ولاية وسط دارفور في الاجتماع المشترك بين حكومة الولاية وهيئة تدريب الشرطة، حيث استمع الفريق عدنان إلى تقرير مفصل حول مجمل الأوضاع بوسط دارفور، مبينا أن الزيارة جاءت بغرض الإطمئنان على تأمين امتحانات الشهادة الثانوية وحماية المدنيين والموسم الزراعي وكيفية استخراج الأوراق الثبوتية للنازحين، بالإضافة لتأمين الحدود. تجي زيارتنا لولاية وسط دارفور في إطار خطة رئاسة قوات الشرطة لتفقد العمل الأمني بشرطة الولايات، ويمكن يعني منذ وصولنا تلقينا التنوير من الأخ في الولاية وأعضاء هيئة الإدارة بالشرطة، والآن يعني غبنا السيد الوالي واطمأنينا تماما على تنفيذ الخطط سواء كان موسم زراعي أو تأمين مدن وكذلك خطة تأمين الامتحانات، وتتزامن من زيارتنا هذه مع خطة حماية المدنيين، ويمكن الوفد يحوي عدد من الإخوة قادة الإدارات و هم أعضاء في الآلية الوطنية لتنفيذ حماية المدنيين على مستوى وزارة الداخلية، وكل الوفد يعني إن شاء الله الزيارة تكون الغرض منها الدعم المادي من جانبه أكد اللواء الشرطة عبد العظيم عبد السلام مدير شرطة الولاية استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية، مشيدا بدور حكومة الولاية والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار. الاطمئنان على الترتيبات الأمنية اللي بتقوم بها الولاية بعد خروج قوات اليونميت في ديسمبر 2020، إن شاء الله يطمنوا على الترتيبات اللي بتقوم بها الولاية، ودي جهود مشتركة من كل قوات الشرطة، يعني الوفد ده ضم كل إدارات الشرطة المتخصصة بالذات في السجل المدني. هؤلاء المدنيين الموجودين في المعسكرات يحتاجون لرقم وطني ويحتاجون للتسجيل، كل الترتيبات دي إن شاء الله حتتم.
قامت والي الولايات الشمالية بروفيسور أمال محمد عز الدين بزيارة تفقدية لمحلية دقلو، افتتحت خلالها الجسر الذي يربط بين منطقتي غرب وشرق جزيرة أردان ومركز صحي الجزيرة، وتلقت تنويرا عن معوقات العمل بالمركز واحتياجاته التي ينبغي توفرها من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لسكان المنطقة. كما خاطبت الوالي خلال الجولة التفقدية الأهالي بالمنطقة مشيدا بالمشاريع والمؤسسات التي تم إنجازها عبر العون الذاتي بتمويل من الأهالي، مبينة أن حكومتها تعمل على تسخير موارد الدولة على الوجه المطلوب حتى تطلع بأدوارها وفق ما هو متاح، حتى تتضافر الجهود الرسمية والشعبية في عملية بناء السودان بأشكاله المختلفة. هذا العمل بجهد شعبي أصيل، وهذا إن دل إنما يدل على ترابط وتكاتف ومساندة الأهل بعضهم بعضا في مثل هذه الأمور. ومن هنا استأذنكم أن أحيي وأشكر المغتربين، الأبناء المغتربين بدول المهجر والتجار والمزارعين والإنسان البسيط بهذه المنطقة على هذا التكاتف وعلى هذا الجهد المبذول. نعلم حدث تهميش لإنسان المنطقة، حدث يعني كنا نتمنى أن نرى أشياء كثيرة، أن نرى طوبة قد وضعت ونحن نضع عليها طوبة أخرى، ولكن وجدنا أن هذه الطوبة وضعها إنسان المنطقة بجهده. شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح على ضرورة إنفاذ قرارات الوزارة القاضية بإلغاء مجلسي الذكر والذاكرين والدعوة بالولايات، بجانب إنفاذ قرار مجلس الوزراء بشأن أيلولة سلطات وأذرع الوزارة الولائية تحت مظلة الولاة إداريا مع تبعيتها فنيا لوزارة الشؤون الدينية. وقال مفرح خلال زيارته لولاية نهر النيل على رأس قافلة دعم للمنكوبين من فيضان النيل ولقائه حكومة الولاية برئاسة الدكتورة أمن المكي، قال إن زيارته تجيء بغرض تقديم المواساة والدعم لمتضرري كارثة السيول والأمطار والفيضانات ومناقشة مسيرة مؤسسات الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية. ووجه مفرح بتخصيص 70% من أموال جمعية القرآن الكريم بالولاية لدعم كارثة الفيضان. زيارة لولاية نهر النيل لأمرين، الأمر الأول مواساة في ما يتعلق بالكارثة العظيمة التي ألمت بالسودان عموما وبولاية نهر النيل بصفة خاصة، ولقينا حجم الكارثة كبير. الأمر الآخر جئنا كذلك لنناقش قرارات مجلسي السيادة والوزراء فيما يتعلق بقوانين الشؤون الدينية في الولايات. ألغينا قوانين الدعوة والأوقاف والمجالس الأعلى للدعوة وكذلك الذكر والذاكرين في المركز وفي الولايات، جينا نتأكد من هذا الأمر وتبعية ممتلكات لصالح الشؤون الدينية بالولاية. من جانبها أكدت والي نهر النيل الدكتورة آمنة المكي اهتمام حكومتها بأمر الأوقاف وكيفية الاستفادة منها في المشروعات التي تخدم إنسان الولاية، ونادت المكي بضرورة تبعية ديوان الزكاة لوزارة الشؤون الدينية باعتبارها شعيرة دينية. فتفاصيل كثيرة في الشؤون الدينية والأوقاف الآن بفضل الوزير بفضل القوانين الجديدة حتحسن بإذن الله تعالى، تبقى وزارة فاعلة تخدم حياة الناس في دينها وفي دنياها. ونسأل ربنا إنه يرفع البلاء بتاع الفيضان، الآن هم جابوا غافلة وفي غافلة تانية حتجي دعما للولاية في الكارثة دي. وما زلنا نوجه النداء إنه الحوجة للإيواء للخيام للطعام، تم تحديد هيكلة حتكون في 3 إدارات في الولاية، إدارة خاصة بالحج والعمرة وإدارة خاصة بالشؤون الدينية وإدارة خاصة بالأوقاف. يباشرة في الإدارة الوالي في نحن بنشوف إنه الشؤون الدينية في إدارة لازم تتبع لها اللي هي الزكاة. التقى الفريق أو الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري مدير عام مصلحة الأراضي بولاية الخرطوم أحمد يحيى أحمد، حيث تطرق اللقاء للأضرار التي تعرضت لها قرى واد مختار وما جاورها بولاية الخرطوم جراء الفيضانات. وأوضح مدير الأراضي أنه تسلم من عضو مجلس السيادة مذكرة حوت المطالب المقدمة من سكان القرى تطالب بضرورة تنظيم وتخطيط هذه القرى،
وذلك لدراستها وإيجاد المعالجات اللازمة في أسرع وقت ممكن حتى لا تواجه هذه القرى كارثة الفيضان مستقبلا. وأكد أحمد يحيى استعداد مصلحة الأراضي لتنظيم وتخطيط هذه القرى بما يضمن سلامة واستقرار المواطنين. تحدث معنا سعادة الفريق عن القرى التي تأثرت بالفيضانات، قرية واد مختار ومجاورة من العسال وخلافه، وأن لديهم خطط إسكانية وعدة بأن يعني يتناقش في هذا الأمر مع الوزارة، ونحن من جانبنا إن شاء الله سوف نزع جاهدين في كل المطالب التي وردت في المذكرة التي سلم مواطنو هذه القرى تلك القرى إسعادة الفريق، وسوف نقوم بدراستها بإذن الله ونزع لحلها في بأجل ما يمكن. وصلت مطار الخرطوم الطائرة الثانية ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة المتضررين من الفيضانات والسيول، وكان في استقبالها مفوض العون الإنساني وسفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم. وأوضح مساعد مدير إدارة الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة ناصر بن مطلق السبيعي أن الطائرة تحمل على متنها 97 طنا من المواد الغذائية والإيوائية والصحية، سيتم توزيعها بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية في ولايات الخرطوم، الجزيرة، نهر النيل، ويستفيد منها 3000 فرد. من جانبه أوضح سفير المملكة بالخرطوم أن الطائرة تأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتقديم الدعم العاجل للمتضررين بالسودان. وهي مكونة من حمولة 97 طن من المواد الإغاثية والإيوائية والخيام ومواد الإغاثية العاجلة، ستخصص توزيعها إن شاء الله على المتضررين في ولايات الخرطوم والشمالية ونهر النيل. هذه الطائرة تحمل على متنها 97 طن من المواد التي أرادوا بها أن يخففوا وطأة الكارثة التي ألمت بالسودانيين جراء السيول والفيضانات الأخيرة. وتشمل المساعدات الطائرة الأولى ونوع الطائرة الثانية، هي كانت تحوي معدات طبية وأدوية، والآن أيضا وصلت مواد غذائية ومواد إيواء من بطاطين ومشمعات وناموسيات وخلافه. شكلت ظاهرة التماسيح التي صاحبت ذروة فيضان نهر النيل قبالة قرى شمال محل الشندي، شكلت واحدة من أكبر المهددات الأمنية وإحدى أسباب النكبة التي تعرضت لها المنطقة. وقال شهود عيان من منطقة ساردية أنها شهدت مناوشات ومهاجمة التماسيح للشباب المرابطين على التروس لحظة اجتياح النيل للمنطقة، وشتتت بعضا من جهودهم وتركيزهم، لكنهم آثروا الثبات والمواجهة بكل بسالة وتحدي لمقاومة كافة المخاطر. إن كانت المصائب لا تأتي فرادى، فإن متلازمات الخريف بفيضانه وأمطاره ورياحه الهوجاء العاتية داهمت في آن واحد أهالي منطقة السردية غرب محلية الشندي. بل إن أم المخاطر المحدقة هي أن الفيضان الاستثنائي لهذا العام جاء مصحوبا بتماسيح روعة المواطنين المرابطين على النيل بحسب شهود عيان. الخزانات الجديدة دي جابت تماسيح كبيرة وكذا، فالمسألة قالوا التمساح ده ضرب الترس بيضنبه ففتح الترس، والأولاد دير والله حتى هم قعدوا في الترس عشان يكفلوه، هم بينفسهم قعدوا في الترس، مو شوال الناس ذاته قعدوا في الترس، لكن الموية بقت أقوى منهم والتيار كان قوي شديد. ويبدو أن الملاحم البطولية التي سطرها شباب ورجال سردية في الاستماتة والاستبسال بتعلية الترس الواقع على النيل لحماية المنطقة وثقت لتروس بشرية تصدوا بها لفيضان النيل رغم مناوشة وتهديد التماسيح لهم. الشباب ساردية الشقالوة والله العظيم الناس يعني وقفت وقفة رجل واحد، والناس كانوا والله يعني الحمد لله كالجيش في الحرب، كنا بنمشي بنجيب النخل عشان نسد به والترس، الموج كان عالي جدا،
والرياح كانت قوية والمطر كانت شغالة، وبجد الناس كان في بيقولوا في تمساح، أنا ما شفته لكن بيقولوا التمساح جاء، هو التمساح ده شوية كده عمل الناس ربكة، يعني التمساح بيقولوا حايم جنبهم ونحن واقفين، والله احنا متماسكين بنتماسك كده وبنقعد للموية في الواطة عشان الناس يشتغلوا بورانا. في النهاية حصل الغدر، يعني الناس دي بمجهودهم اللي عملوه ده، يعني كان في تماسيح وفي كلام زي ده، البتاعة دي يعني عملت لهم ملاوزة، كان في كسر وكان في حتة بتاعة التماسيح، يعني التماسيح دي عاقت الناس. وأكثر ما يقلق منطقة شمال شندي إن إغراق النيل لقراها المتاخمة سيجعل من محيط دائرة تهديدها بخطر التماسيح ماثلا من محاذاة الشريط النيلي إلى عمق المناطق السكنية. هذه المنطقة شمال شندي يعني تبعد 2 كيلو أو 3 كيلو من المدينة. الآن الإشكالية بعد هذا التكسير وبعد هذا الفيضان حتحصل مصائب ما لم يلم الله سبحانه وتعالى من جهة لسه في بتقع في ذباب حياجي وفي وزي ما قال أخونك في تماسيح جات للناس. ولعل مكمن الخطورة الذي يبقي الوضع حرجا للغاية واستقرار مناسيب الفيضان في أعلى مستوى لها عند محلية شندي بخلاف كل الأحباس. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل. نشرتنا متواصلة معكم من قناة الشروق بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مجددا إلى طائفة من الأخبار العربية والعالمية، نبدأها من فلسطين. أطلق نشطاء في قطاع غزة صواريخ على إسرائيل، وقصفت طائرات إسرائيلية أهدافا في القطاع الفلسطيني عقب توقيع اتفاقيتين لإقامة علاقات رسمية بين إسرائيل ودولتين خليجيتين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن نحو 10 غارات جوية على قطاع غزة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية حماس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وأن 15 صاروخا أطلقت من القطاع على بلدات إسرائيلية قرب الحدود، حيث دوى صافرات الإنذار قبل الفجر وأمس الثلاثاء. كما أطلق فلسطينيون في غزة صاروخا على مدينة أشدود الإسرائيلية الساحلية، مما أسفر عن إصابة شخصين، وذلك في نفس الوقت الذي كانت إسرائيل توقع فيه اتفاقيتين مع الإمارات والبحرين في البيت الأبيض لإقامة علاقات دبلوماسية. انتخب البرلمان الياباني يوهاشيدي سوجا رئيسا للوزراء اليوم الأربعاء ليصبح أول زعيم جديد للبلاد خلال نحو 8 أعوام، ويشكل حكومة جديدة احتفظت بنحو نصف الوجوه المألوفة من حكومة سلفه شينيزو آبي. وظل سوجا البالغ من عمره 71 عاما لوقت طويل الذراع اليمني لآبي، وتعهد بمواصلة العديد من برامجه بما في ذلك استراتيجية اقتصادية، ومضى بالقول قدما في إصلاحات هيكلية تشمل تقليص القواعد التنظيمية والبيروقراطية. ويواجه سوجا الذي فاز بزعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم بأغلبية ساحقة يواجه مجموعة من التحديات تشمل مكافحة مرض كوفيد-19 والعمل في وقت نفسه على إنعاش الاقتصاد ومواجهة أزمة مجتمع يشهد ارتفاع في معدلات الشيخوخة على نحو سريع. اقتصاديا، شدد الاجتماع الذي ضم وزراء القطاع الاقتصادي وقيادات ببنك السودان المركزي الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك أمس بمجلس الوزراء، شدد على اتخاذ الإجراءات الفاعلة للحد من التهريب والممارسات الضارة والمضاربات. وأوضحت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي هبة محمد علي أن الإجراءات الأمنية أسهمت في انخفاض سعر الصرف، مبينة أن الإجراءات الأمنية لوحدها لا يمكن أن تقود إلى أثر طويل المدى، لذلك يجب أن تصحبها إجراءات اقتصادية أخرى، مشيرة إلى أن اجتماع اليوم ناقش الوضع الحالي في النظام المصرفي مركزا على سعر الصرف ووقف تخريب الاقتصاد الوطني.
الإجراءات الأمنية لوحدها لا يمكن أن تؤتي يعني أثر طويل المدى، وعشان كده يجب أن تؤخذ يدا بيد مع الإجراءات الاقتصادية الأخرى، مستفيدين من تجارب القطاع الخاص مثلا معنا، واجتمعنا مع شركات الاتصالات برضو وجهات أخرى للتركيز على حماية الاقتصاد الوطني والعمل جميعا على حمايته. نحن في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي نوعدكم أنه بنعمل بلا هوادة على حماية الاقتصاد الوطني وفق إجراءات اقتصادية صارمة وعادلة ومشددة. وقعت وزارة المالية والقوى العاملة بولاية غرب كردفان مذكرة تفاهم مع جامعة السلام بالولاية بهدف تعزيز التعاون القائم بين المؤسستين والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الجامعة من مراكز متخصصة وخبراء وعلماء في المجالات المختلفة. وقال مدير المالية والقوى العاملة بالولاية أمبدة محمد أمبدة إن وزارته ملتزمة بما جاء في المذكرة التي احتوت على عدد من البنود لتطوير الأداء المالي ورفع مقدرات العاملين بالوزارة من خلال فرص التدريب وورش العمل والسمينارات، معربا عن أمله في استمرارية التعاون مع جامعة السلام على نحو يزيد من المكاسب التي يحققها الطرفان خدمة لمجتمع الولاية. احنا كوزارة مالية سنستفيد فائدة قصوى من الخبرات الموجودة في الجامعة، وكذلك بيئة العمل الموجودة الآن في الجامعة هي يعني متاحة لنا لتطوير العمل العلمي والمعرفي للعاملين بوزارة المالية حتى تكتمل العملية لكيفية تطبيق موازناتنا العامة، والتي في النهاية تنعكس خدمات للمجتمع. وهذه الجامعة لها تعاون مشترك ممتاز بين الجامعة ووزارة المالية، ونحن يعني كطرف أول في هذه المذكرة التزمنا التزام كامل بما جاء فيها، وسيستمر هذا التعاون حتى نستفيد من الخبرات ويستفيد أهلنا في ولاية غرب كردفان. من جانبه قال مدير جامعة السلام بغرب كردفان أحمد عثمان إن الجامعة ستفتح أبوابها لتدريب كوادر وزارة المالية والكوادر المجتمعية المختلفة، مشيرا إلى العديد من المراكز المتخصصة بالجامعة والتي من شأنها تقديم خدمات جيدة للمجتمع. الجامعة إن شاء الله هي هتفتح كل التخصصات المحتاجة لها الوزارة لتدريب الكوادر فيها، ابتداء من الحاسوب والانترنت وإقامة الورش وتدريب في المجالات المختلفة جدا في دورات قصيرة جدا. إن شاء الله نحن يعني جامعة فيها كليات مختلفة وكثيرة جدا، وأي كلية فيها أقسام، والأقسام فيها علماء ودكاترة وأساتذة مشاركين ومساعدين كلهم إن شاء الله خبرات، فينفتحوا على المجتمع تدريبهم في مجالات المختلفة. أيضا من المذكرة أيضا تتيح التفاهم وتدريب أهلنا في كل القطاعات بالذات مناطق النزاع، لأنه في مركز دراسات السلام ممكن تشخص المشاكل اللي بتطرح بين كل مرة وأخرى. أطلقت الشركة السودانية للموارد المعدنية مبادرة لإحكام وتجويد الاستثمارات الخاصة بالذهب عبر تصميمها بواسطة مطابع السودان للعملة. وقالت الشركة خلال اجتماعها اليوم بمديري إدارات الشركة والإدارات الخارجية ذات الصلة، قالت إن الهدف من عمل الاستمارة هو تجويد عمليات الإشراف والرقابة والإحاطة والحد من تهريب الذهب المنتج. واطمأنت الشركة لنماذج الاستمارة المقدمة من مطابع العملة، وأوصى مديرو الإدارات بضرورة إضافة ختم مؤمن في الاستمارة عند الدخول والخروج من مصفات الذهب، إضافة مربع الامتياز بالاستمارة والعمل على وزن أي سبيكة على حدة، وإضافة بيانات المتعهد الذي يعمل على ترحيل الذهب. رياضيا، عادت عجلة الدوري الممتاز لكرة القدم للدوار مرة أخرى بعد أن توقف الدوري واستمر لأكثر من 5 أشهر بسبب جائحة كورونا. وفي المرحلة العاشرة من مباريات المجموعات أجرت التي جرت عصر اليوم، حقق المريخ فوزا غاليا أمام الخرطوم الوطني بهدف رمضان عجب من ركلة جزاء ليرفع المريخ رصيده إلى 51 نقطة، فيما بقي الخرطوم الوطني في 29 نقطة.
وفي مباراة ثانية فاز مريخ الفاشر على الأهلي الخرطوم بهدفين مقابل هدف، ووصل ممثل الفاشر إلى النقطة 41. أما الأهلي الخرطوم فبقي في 24 نقطة، وانتصر الأهلي عطبرة على الهلال كادوغلي بثلاثة أهداف دون مقابل ليصل إلى النقطة 14، فيما توقف ممثل كادوغلي في 20 نقطة، وحسم التعادل بهدفين لكل نتيجة مباراة الأمل عطبرة والفلاح عطبرة، وحاز الأمل على النقطة 47، أما الفلاح فوصل إلى النقطة 26. ختاما لنشرتنا هذه، هذا تذكير بأبرز العناوين. بلواغي يلتقي رئيس مجلس السيادة ويقدم له دعوة سلفا كير لحضور التوقيع النهائي مطلع أكتوبر. النائب العام يعلن ضبط 41 إرهابي ومواد متفجرة خطرة. اللجنة العليا للطوارئ الصحية تعلن رفع الحظر الذي فرضته ظروف كورونا. أشكر لكم المتابعة حتى الملتقى، تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.